السلام عليكم. هتكلم النهاردة عن البيزكس، ازاي تقيس الابدومينال اورجانس بحيث انت دايما تكتب ريبورت سليم ان في اورجانوميالي اور نوت. هنبتدي بالليفر. الليفر هو دايما بيتقاس في الالترا ساوند او في السي تي او في الام ار اي في الميد كلافيكولار سبان، يعني في الميد كلافيكولار لاين. في ناس هوريك المقاس الصح الأول وأقول لكم المقاس الغلط بيقاس ازاي. الصح تيجي هنا في الميد كلافيكولار لاين وتشد خط عمودي كده، هديك كراية 15 سنتي which is accepted the maximum normal range of the liver. في ناس بتقيس كده، ده مش صح، ده غلط. بالطريقة دي انت هتطلع كل الليفر بتاع أي patient أو any liver enlarged. صح تقيس في الميد كلافيكولار سبان. اوكي، الحاجة التانية السبلين في الماكسيمم باي بولر ديامتر، وات ايفر ده ظاهر في الكرونال ولا في الساجيتال ولا في الاكسيال. تمام، تقيس كده والله ده شكله كده الماكسيمم باي بولر ديامتر، طلع 11 which is normal. السبلين لحد كام؟ لحد 13 سنتي. نيجي هنا كيدني، ده مقترحتين عشان تقيسها، يعني تجيب الماكسيمم باي بولر ديامتر اوف ذا كيدني سبجكتيفلي كده مثلا بعينك. اول حاجه الادق انك تحط الاكسيسز بتاعتك على الكيدني وتخليها كده، تيجي هنا برضو في البلين التاني وفي البلين التالت، ظبط حاجتك تحس ان هي تبقى اورثوجونال على الكيدني نفسها، يعني بمعنى ان هي في الاكسيال وفي الساجيتال وفي الكرونال بلينز اوف ذا كيدني اتسلف، مش الخاصه بالبادي نفسه، ان الكيدني بتبقى لفه شويه في الجسم عن بقيه الاورجن. اوكي، فاحنا كده دي خلاص كده مفروضه وتروح قياسها. تمام، طلعت 11.7 which is normal. normal يعني من 9 ل 12 سنتي او 13 سنتي وهكذا يعني. اوكي، ممكن تكرر نفس الكلام مع الكيدني on the other side left side، جيب الاكسيسز ظبط حاجتك، اعمل كده تعمل كده. تمام، دي الماكسيمم، تأكد تحرك تعمل سكرولينج. تمام، 11.6 which is normal. بعد كده احنا قلنا كده الليفر سبلين كيدنيز. حاجات تانية بسيطة يعني السوبرا رينال ما فيهاش يعني افتكاسة، يعني هو موضوع سهل خالص. تجيب each limb السوبرا رينال تقيسها وما يعديش سنتي يعني 4 ملي. اوكي، طيب انا هقفل بس 3 دي ده عشان الدنيا باظت خالص، نرجع تاني هنا في الاكسيل. اوكي، الفاسل لو انت عاوز تقيس فاسل، تمام، لازم تكون عمودي على الاكسس اوف ذا فاسيتي، بمعنى انت عاوز تقيس البورتال فين. عادة لو قسته في الاكزيال كده ماشي يمشي حاله يعني، بس انت عاوز تبقى دقيق وان هو كل شغلك يبقى دقيق ويكون ستاندردايزد وفي نفس الوقت مناسب للفولو اب، سواء انت اللي عملت الفولو اب او حد من زمايلك عمل الفولو اب. بالتالي لازم نبقى كلنا متفقين على طريقة قياس. نيجي هنا على البورتال فين، نحط الاكسس هنا، ونيجي هنا في الكرونال نعدل الاكسس ده نخليه على اللونج اكسس بورتال فين، وممكن كمان نعدل ده كمان شوية بحيث ان احنا نفرد كده. انت تقريبا بالظبط كده عمودي على البورتال فين. تيجي مثلا في اي قط انت حابه وتروح قيس 13 ميل. اوكي، النورمال بتاع البورتال، ويعمل كده بقى في اي بس يعني اي بس انت عاوز تقيس الدايمتر بتاعه لازم تعمل كده. تمام، كده احنا قلنا الفاسلز. فاضل حاجه اخيره بس تخص اليوريترز، عشان لو حد فيكم بيريبورت يوريتريك ستونز، وانا هنعمل فيديو بعد كده على اليوريتريك ستون، بس قبل ما نتكلم على شويه مقاسات وشويه اناتوميكال سايتس. اليوريتر بتقسم الابر وميدل وثيرد، مش بالطول بالظبط، او ما بتقسمه ازاي. الابر ثيرد يوريتر موجود لحد رفلي يعني لحد ديسك ال V4 5 او لحد ال V5.
اي حاجه في اليوريتر من هنا لحد الرينال بلفس، تمام؟ يعني الاول هنا لحد الرينال بلفس دي هتكون اسمها ايه؟ الابر سيرد. الميدل سيرد هو اي اي ستون في اليوريتر اوبوزيت ساكرو انيك جوينت، تمام؟ واللور ثيرد اوف ذا يوريتر هو ما تحت الساكرو انيك جوينت لحد الرينال بلادر، تمام؟ بس مهم عشان وانت بتوصف السايت وفي الفيديو بتاع الرينال ستون زي ما نعمله هيكون في ديتيلز اكتر عن الموضوع ان ازاي تقسم اليوريترز. فكده دي الابدومينال اورجانز ازاي تو ميجر ليفر سبلين بوث كيدنيز السوبرينال او اني فيسلز. كويس احنا افتكرنا البانكريس. البانكريس بيجي في الاكزيوم تقيس، تمام؟ ادي الهيد 2.5 نورمال، اقل من 3 سنتي، 2 سنتي البادي والتيل، اوكي؟ زائد هو مش بس كده، لازم تبقى شايف ان في اللي هي الكوريجيشنز اللي في الاوتلاينز اوف ذا ليفر، لازم تبقى محتفظه بيها انها اوت او لو بي لوست لما تفقدها دي بتبقى ممكن من ايرلي ساينز ان بدا يحصل بالكي بانكرياس مع البانكرياتايتس، تمام؟ في اي اورجنز تانية ناسينها؟ مفيش، ما اعتقدش ان في حاجه احنا محتاجين نقيسها تاني في الابدومن. عموما زي ما قلنا في فيديو بتاع الانسان ابستراكشن القصه بتاعت الباول لوكس، سمول باول لارج باول، سمول باول نورمال دايمتر ما يعديش 3 سم، اللارج باول اوفرول 6 سم، في اماكن بتوصل ل 7 او 8 سم زي الريكتم والسيكم، عشان دي تعتبر بيأكت از يعني ريزرفوار يعني الفيكال ماتر فبيوسعوا شويه، تمام؟ الجو بلادر زي ما احنا قلنا في الفيديو كوليسيستايتس، تيجي مثلا هنا في اي اكسس كده تقيس الدايمتر بتاعها 4.5 distended، اوكي؟ ان شاء الله يبقى الفيديو واضح وبسيط و good luck.